أهلا وسهلا بكم في رياض ومدارس الوطن العربي. اليوم سوف نبدأ بالوحدة 20 معالجة البيانات، الدرس الأول تمثيل البيانات 1. أهم النتائج لهذا الدرس سوف نفسر بيانات ممثلة بخطوط بيانية ونمثل بيانات بخطوط بيانية. أولا سوف نتعرف على مفهوم البيانات، هي مجموعة من المعلومات التي يحصل عليها شخص ما في دراسة مشروع معين وبيان تلك النتائج لهذه المعلومات. طرق تمثيل البيانات: الطريقة الأولى جدول الإشارات، الطريقة الثانية خطوط بيانية، نلاحظ شكل الخطوط البيانية، الطريقة الثالثة الأعمدة البيانية المزدوجة، نلاحظ شكل الأعمدة البيانية المزدوجة، والطريقة الرابعة النقاط المجمعة اللي هي تكون على شكل نقاط. هيا بنا أيها الرائعون حتى نبدأ بالطريقة الأولى من طرق تمثيل البيانات وهي جدول الإشارات. نتعرف ما مفهوم جدول الإشارات وكيف نكون جدول الإشارات من خلال المثال الآتي. أولاً سوف نبدأ بأول طريقة، الجدول الإشارات. تعريفه: هو جدول يظهر عدد مرات تكرار كل مشاهدة معطاء في السؤال. مثال رقم 1: سئل مجموعة من الأشخاص عن الهواية التي يمارسونها في أوقات فراغهم، فكانت النتائج على النحو الآتي: مثل هذه البيانات باستخدام جدول الإشارات. مثال رقم 1: عندي مجموعة من البيانات المتعلقة بنوع الهواية اللي بفضلوها بعض من الأشخاص. بدنا نرسم هاي البيانات على شكل جدول الإشارات. أول إشي بنحكي هاي جدول الإشارات، عنا الهواية، المطالعة، الرسم، الرياضة، والإشارات، والعدد. فإحنا بدنا نشوف المطالعة كم مرة اتكررت من خلال البيانات هاي، فبنعد 1 2 3 4 5 6، إذا تكررت 6 مرات. طلعوا كيف بدي أعمل 6 مرات عن طريق الإشارة. بحكي شحطة، شحطتين، 3 4 5، دائما بتعملوها هيك 6، إذا كم العدد؟ 6 مرات تكررت المطالعة. الرسم كم مرة كررت الرسم؟ عندي 1 2 3 4، فبحكي 1 2 3 4، تكررت 4 مرات. الرياضة نحكي 1 2 3، تكررت 1 2 3. الطريقة الثانية الخطوط البيانية هي إحدى طرائق تمثيل البيانات، وهي تشبه الأعمدة البيانية لكنها خطوط. مثال رقم 2: الجدول الآتي يمثل لون العينين لمجموعة من الأشخاص. ألف: مثل البيانات المعطاء باستخدام الخطوط البيانية. ب: بكم يزيد عدد الأشخاص ذوي العيون العسلية على عدد الأشخاص ذوي العيون الزرقاء؟ خلينا نحل مثال رقم 2. عندي هذا الجدول الإشارات، وفرع ألف كاتب مثل البيانات المعطاة باستخدام الخطوط البيانية. رسمت لكم أنا رسم بياني، عندي الخط الأفقي لون العينين أزرق عسلي بني أخضر، وعندي الخط العمودي عدد الأشخاص. هلا بنروح نحكي الأزرق عدد 4 أشخاص، بنرسم خط لعند الأربعة هذا الأزرق. العسلي عندي 8، بروح هاي العسلي عندي 8، وعندي البني 15، هاي البني 15، وعندي الأخضر 5. فرع با: بكم يزيد عدد الأشخاص ذوي العيون العسلية على عدد الأشخاص ذوي العيون الزرقاء؟ عندي العسلية قديش؟ عندي هون 8،
والزرقاء عندي 4، يعني قديش كم بزيد؟ يزيد قديش زدت للأربعة عشان تصير 8؟ بزيد لها 4 أشخاص. مثال رقم 3، الجدول الآتي يمثل الأشجار المثمرة المفضلة لدى مجموعة من الأشخاص. ألف، كم شخص يفضل البرتقال؟ ب، كم شخص يفضل الليمون؟ جيم، فاكهة المفضلة عند الأشخاص؟ دال، بكم يزيد عدد الأشخاص الذين يفضلون الزيتون على عدد الأشخاص الذين يفضلون الرمان؟ خلينا نحل مثال رقم 3. بنلاحظ إنه عنا الخطوط البيانية، عندي الخط الأفقي اللي هو الأشجار المثمرة، عندي زيتون، عنب، برتقال، رمان، ليمون، وعندي الخط العمودي عدد الأشخاص. خلينا نشوف فرع ألف، كم شخص يفضل البرتقال؟ عدد الأشخاص الذين يفضلون البرتقال، بنروح نشوف البرتقال وين قيمة عدد الأشخاص، هي أعلى حد، إذا عندي 15 شخص، 15 شخص يفضلون البرتقال. عدد الأشخاص الذين يفضلون الليمون، عندي هي الليمون، إذا عندي 8 أشخاص يفضلون الليمون، أشخاص يفضلون الليمون. فرع دال، بكم يزيد عدد الأشخاص الذين يفضلون الزيتون على عدد الأشخاص الذين يفضلون الرمان؟ عندي الزيتون كم عندي؟ عندي 10 والرمان 5، فقديش أنا ضفت؟ ضفت 5 أشخاص. إذا يزيد عدد الأشخاص الذين يفضلون الزيتون عن عدد الأشخاص الذين يفضلون الرمان 5 أشخاص. فرع جيم، طالب إنه الفاكهة المفضلة عند الأشخاص، بدنا نشوف أنو فاكهة بيكون فيها عدد الأشخاص أكتر، فبتكون هي الفاكهة المفضلة. بنروح بنشوف، شوف العنب، شوف وين أعلى إشي 18، الزيتون 10، البرتقال 15 شخص، والرمان 5، والليمون 8. إذا مين أعلى عدد أشخاصه؟ اللي هو العنب، فالفاكهة المفضلة هي العنب. أيها الأبطال، لديكم واجب بيتي، التحدي الأول صفحة 68 والتحدي الثاني صفحة 68 و69. إلى اللقاء.